ما هو نهدى بقى شوية وبلاش التقييرة دي، يعني مش كل شوية خلافات ومشاكل بسبب الفيس وال مش كده يعني، ومش كل شوية تبصي على الموبايل بتاعه. اهو الراجل اهو زي الفل. وبعدين نهدى لان هنفخكوا بعد كده، ونفسي اشوفكوا كده بالفيجيتار كده انتوا الاتنين. مساء الخير. ايه يا باشا مساء الخير، لسه بيت معاك ولا ايه؟ احنا صباح الخير يا باشا، صباحك زي الفل، الدنيا منوره. ايه صباح العسل، صباحك زي القشطه يا امور. انت شكلك لسه فاتح جديد، وانا من سكان المنطقه هنا وبصراحه ما بحبش بتوع الفراخ اللي هنا خالص. الله الله الله، ليه كده يا استاذ؟ مفيش، بيحقنوا الفراخ وبيعملوا حاجات مش ولا بد. بيحقنوا الفراخ ليه؟ بيحقنوها ليه؟ عشان تدخن يا راجل. ها اكيد الكلام ده اكيد. طب استنى ثانيه واحده، الموبايل قلع. ابراهيم صباح الفل، ازيك يا حاج؟ بقول لك بشرى سعيده. الواد علي الفراخ اللي جنبنا قفشوه بيدي الفراخ حقن. حقن بتخن. انا مالي المشكله بتاعتك؟ موزينة. خلاص فرجت. اتخن يعني؟ هبقى افسر لك الموضوع لما اجي لك. يلا اشوفك على خير يا حبيب قلبي. خد يا لي. ام ابراهيم مين؟ انا مؤاخذه، الجماعه بتاعتنا دايخه بقالها ايام وسنين، لفت على الدكاتره يا عيني عشان تتخن شويه، نفسها مفيش. طب يا سيدي اديني كيلو دبابيس. عينيا نحط الدبابيس. لا سمحت بس عشان الميزان. ايوه كده نشيل احلى دبابيس في الدنيا. بس مسكها كويس، حطها في جيبك بالجنب عشان ما تشكش. يا سيدي دبابيس ايه؟ مش دبابيس، دبابيس. امال ايه؟ وراك. وراك ايه؟ احنا مش بتوع الكلام ده، لا مؤاخذه، الوراك دي هناك. صدر ورك. يا نهار اسود، كمان صدر. يا ابني انت مين اللي دلك علينا؟ احنا مش بتوع الحاجات دي. يا سيدي استنى، هي يلا على الناصيه هناك. يا سيدي هي الفرخه فيها ايه؟ فرخه فيها ريش. وايه تاني؟ ونار. النار بتوكوك دي. يعني ايه بتوكوك؟ ايه بتوكوك بقى؟ هتقول لي كام نار بتوكوك؟ يعني ايه بتوكوك يا استاذ؟ طب يا سيدي لو سمحت بقى اديني فرخه كامله. عينيا يا حبيبي، ما تقول كده من الصبح. 30 جنيه. اتفضل يا سيدي. ادي 30 جنيه. شكرا. اتفضلي ورا كده عند خط ال 18. ارجع ورا؟ ارجع ورا، خد فرختك يلا. هتاخدها هتستلم فرختك. هتعمل ايه؟ هتستلم فرختك. اهدى عليا. بص بقى ايه، جاهز؟ ما تتهورش. جاهز؟ جاهز. بس اصبر عليا.